أسعار الذهب تشهد حالة من التقلبات على مستوى العالم، وبالتالي ينعكس هذا أيضاً على التعاملات المحلية على مستوى تجار ومحلات الصاغة، وهناك حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض. ولكن ماذا حدث اليوم تحديداً في سعر الأصفر وسعر الدولار بعد قرار البنك المركزي أمس بتثبيت سعر الفائدة؟ هذا ما سنستعرضه لحضراتكم في تغطيتنا الاقتصادية. أهلاً وسهلاً بكل مشاهدينا. نبدأ بأسعار الدولار محلياً، والتي شهدت استقراراً منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزي المصري. وسجل سعر الدولار أمام الجنيه للشراء 30.82 جنيه، كما سجل للبيع 30.95 جنيه. وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع. أيضا قبل ساعات من الآن، تحديدا يوم أمس الخميس 2 نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. أيضا قررت اللجنة في نهاية اجتماعها أمس تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%، أما سعر الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه فقد شهد تراجعا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات التي تسبب بها بعض المتلاعبين وتجار العملة، وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل بفتح بطاقات الائتمان خارج مصر كريدت كارد واستمرار تجديد القبضة الأمنية وضبط المضاربين. وكان قد تسبب قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط لاستخدام بطاقات الائتمان بهدف التصدي لبعض الممارسات الخاطئة في تحرك سعر الدولار في السوق السوداء. كما أعلن البنك عودة فتح الحدود القصوى لبطاقات الائتمان وتخفيف بعض الشروط استجابة منه لشكاوي العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات، وذلك قبل مغادرة البلاد. واشترط البنك المركزي المصري على عملاء البنوك التقدم للبنك خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو من خلال إرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما. كما قام بإلغاء القيود لوقف ارتفاع الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، والذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية. من ناحية أخرى، كانت قد اتخذت الحكومة قراراً مهماً لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمي مع الإمارات والتخلي عن التعامل بالدولار. ووقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين، وذلك بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها منحت الإمارات مصر 5 مليارات درهم يتم وضعها في البنك المركزي المصري. وجرت المبادلة على قيمة الدرهم الرسمية في البنوك ب 8.4 جنيه وليس على قيمته المتداولة في السوق السوداء. وبحسب الخبراء، يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار، ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار. وتعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية، ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي رشاد عبدو إن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار ويساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري. أيضا تتجه كثير من الدول الآن لاستخدام عملات أجنبية أخرى وذلك بدلا من الدولار، وذلك مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الاسترليني، وذلك للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار وتقليل الضغط على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم. وبدأت بذلك روسيا والتي قررت اعتماد قائمة تضم عددا من الدول ويعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا، وهي خطوة تهدف إلى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل بأكثر كفاءة. والقائمة المعتمدة تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وأيضا جنوب إفريقيا. وأشارت الحكومة الروسية إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية. أيضا هذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه المصري في المعاملات التجارية بين البلدين، وذلك ليكون بديلين عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالي 4.7 مليار دولار وذلك لعام 2021. كما ستستفيد مصر أيضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي وذلك لاستخدام في التبادل التجاري. وكشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تفاصيل اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية، وقال إن هذا الأمر يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار. وأشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني إلى أن هذا الاعتماد سيسمح بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية لمصر، كما نوه أن روسيا تستعد لرئاسة البريكس في عام 2024 بتخفيف هيمنة الدولار في معاملاتها التجارية. وأوضح أن هذا الأمر يقلل الضغط على عملة الدولار وحجم الاستيراد بيكون بفاتورة أقل. كما أصدرت الحكومة قراراً يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. وقررت وزارة الداخلية بدء تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من يوم 16 من سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد أيضا على تخفيف الضغط على الدولار. هذه كانت قرارات الدولة في الفترة الأخيرة للتخفيف من الضغط على الدولار. والآن دعونا نستعرض مع حضراتكم أسعار أشهر العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي. سجل سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعراً 98.87 جنيه للشراء و 99.87 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلباً 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع. أيضا سجل سعر صرف الريال القطري 7.8 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعراً 99.54 جنيه للشراء و 99.87 جنيه للبيع. الحقيقة أنه بتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، وذلك أيضاً حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعراً مقارنة بالعملات الأخرى، يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى سعراً عالمياً. وعن سعر الدولار عالميا فقد تراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر دي اكس واي الذي يقيس مستوى العملة الخضراء امام 6 عملات رئيسية عالمية، وسجل المؤشر 106.15 نقطة بعدما سجل 106.59 اول امس، فيما وصل الى 99.7 نقطة في يوليو الماضي و 104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجل اعلى نقطة باجمالي وهي 114 اواخر عام 2022. والان دعونا نذهب للذهب محليا، والذي شهد استقرارا بعد تراجع، ليبدا سعر الجرام من عيار 18 من 2177 بعدما تخطى 2258 قبل ايام قليلة. وشهد سعر الجنيه الذهب المفضل عند استثمار الأموال تراجعا ملحوظا، وبعد أن قفز إلى 20800 جنيه قبل ساعات عاد ليسجل اليوم سعرا يبدأ من 20320 جنيه فقط كأقل سعر في سوق الصاغة. وكان سعر الجنيه سجل 22400 جنيه كأعلى سعر له في تاريخه محليا في شهر إبريل الماضي، ولكن تم تراجع سعره قرار حكومي بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، حيث كانت قد قررت الحكومة المصرية إعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، وذلك من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمدة 6 أشهر، مما أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية، ولكن هذه المبادرة انتهت بانتهاء شهر أكتوبر الماضي. لذلك فإن أسعار الذهب تنتظر الفترة المقبلة قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بواردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج، حيث تقدمت وزارة التموين ممثلة في الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير بطلب إلى الحكومة لتمديد هذه المبادرة لستة أشهر إضافية، وفي انتظار قرار الحكومة سواء بتجديدها أو بانتهاء العمل بها في التوقيت المعلن. والآن دعونا نستعرض مع حضراتكم أسعار الذهب، وذلك وفقا لآخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24926 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 21560 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الجرام عيار 18194 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 للشراء 1707 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم للبيع 20320 جنيه. أما عن أسعار المصنعية فيتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وتكون بين 80 و150 جنيها في محلات الصاغة. أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 جنيها فيما فوق. من ناحية أخرى كان قد انتشر خلال الفترة الأخيرة بين المواطنين شراء وبيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب من هذه الكارثة، وقال إن الذهب لا يصلح أن يشترى أو يباع أونلاين ولا من خلال أي منصة عبر السوشيال ميديا، لأن الذهب يجب أن يشترى من مكان معتمد حتى لا يكون هناك غش في نوع الذهب الذي يتم بيعه للمواطنين. وقال أيضا أنه يجيب على أي شخص يشتري ذهب على أن يحصل على فاتورة بنوع الذهب وعياره لضمان حقه، ولذلك من الضروري جدا الحصول على فاتورة عند شراء أي من أنواع الذهب.
أيضا كشف عمرو المعربي عضو شعبة الذهب عن أن الشعبة قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين بأنهم قاموا بشراء ذهب واكتشفوا أنه مغشوش، وقال إنهم استطاعوا أن يعرفوا منهم أنهم قاموا بشراء الذهب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد مجهولة ليس لديهم كيان وغير مسجلين بالغرفة التجارية أو مصلحة الضرائب. ولذلك نشدت الشعبة وزارة التموين بأنه لابد من تقنين هذا الموضوع، كما أصدرت الشعبة بيانا تحذر فيه من الشراء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أفراد مجهولة، وأشار إلى أن هناك الكثير من المحلات التي لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه محلات موثوق بها، لكن المشكلة تكمن في الأفراد المجهولة التي تقوم ببيع الذهب على منصات السوشيال ميديا، كما شدد على ضرورة التأكد من المكان أولا قبل اتخاذ قرار الشراء. أما عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين، فقال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي في تصريحات لصدى البلد أن هناك استمرارا في ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي، وذلك نتيجة للأحداث السياسية الحالية وشبح الحرب الذي يسيطر على العالم، وهو ما يدفع المستثمرين لشراء الذهب باعتباره يعتبر مخزن للقيمة في وقت الحرب. وتوقع أيضا أن يتخطى السعر العالمي للأوقية أعلى مستوى سجله الذهب العالمي في تاريخ، وهو 2080 دولار للأوقية، وذلك طبعا وسط التهديدات السياسية المتصاعدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب أحداث الحرب في الشرق الأوسط. وأشار أيضا إلى أن الذهب أغلق تداولاته الأسبوع الماضي فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، وما يزيد من فرص ارتفاع الأسعار حيث أصبحت المستهدفات عند مستويات 20 و 50 دولار للأونصة، حتى الوصول أعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي وذلك عند 2080 دولار للأونصة الواحدة. وقال إنه لا مانع أن يشهد الذهب تصحيحا سلبيا لتجميع زخم إيجابي وتعديل التشبع في الشراء الظاهر على المؤشرات الفنية، وقد يأتي التصحيح على شكل تحركات عرضية بين 2010 و1990 دولار للأونصة قبل الوصول إلى المستهدفات المذكورة، ولكن نرى أن البحث عن فرص الشراء بشكل عام أفضل حتى مع أي تراجع تصحيحي. أما عن توقعات أسعار الذهب محليا خلال الفترة المقبلة، فأكد المحلل الاقتصادي والمستشار المالي أن الذهب شهد تذبذبات وارتفاعات قوية في السوق المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، لأنهم يرتبطون ببعض ارتباط وثيق بجانب عدم استقرار سعر صرف الدولار، والذي أثر بشكل كبير في تحديد السعر في السوق المصري، لأن معظم التجار يحسبون على سعر الدولار في السوق السوداء والذي بلغ أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي قبل أن يعاود الانخفاض بعد فتح البنك المركزي لحدود البطاقات الائتمانية للمسافرين خارج مصر، وهو ما مثل ضربة قوية للسوق السوداء للدولار. ومع ذلك فإن سعر الذهب لم يتأثر بهذا الانخفاض حتى الآن، وتوقع أيضا أن يحدث نوعا من التصحيح لسعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة حال استقرار السعر العالمي لفترة عند هذا الحد واستقرار الدولار عند مستواه الحالي وعدم حدوث متغيرات سياسية جديدة أو حدوث متغيرات إيجابية مثل التوصل لاتفاق هدنة في غزة، وهو ما سيهدئ من تخوفات المستثمرين ويقلل من الإقبال على شراء الذهب وبالتالي انخفاض السعر قليلا. مشاهدينا، هذه كانت كل التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب والدولار حاليا وخلال الفترة المقبلة. انتهت تغطيتنا الاقتصادية، ولكننا مستمرين معكم على مدار اليوم لمتابعة كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.